بصي يا ستي، بما ان صوابعك مش زي بعضيها يعني طبيعي انك تلاقي اراء مختلفة عن رأيك. احنا فتحنا مواضيع كتير وشفناها من وجهة نظر اربع بنات مختلفين عن بعض. كل مرة هنبقى عايزين نعرف انتي مع مين فيهم، ولا ليكي رأي خامس. تعالوا نتعرف عليهم. عصمت، باكي نام، ميري، هيبة، ملحوظة. ده جزء صغير من برنامج كبير، وما تدوريش على الرأي النموذجي هنا. الو، ايوه يا مامي. انا رحت الجامعة حبيبي. لا، على كانت 8:30 كده هوت. وركبت ميكروباص. لا، ما كانش زحمة خالص خالص خالص. كنت قاعدين، انا كنت قاعدة في المحاضرة، كانت جنبي شيرين، وكانت جنبي هدى، وكانت جنبي باكي. طيب ماشي خلاص. لا، عشان عندي امتحان يا ماما، مش هينفع. وبعد كده بعد كده هرجع هعمل شوبينج، وبعد ما اعمل شوبينج استني هقولك ترتيب اليوم بالظبط. بعد ما هعمل شوبينج كمان هكلم هلا، احتمال اخرج معاها، واحتمال يبقى عندنا عيد ميلاد. بص يا ماما، انا لما ارجع، لا طيب اوكي، لا لما ارجع هاخد رايك في كل حاجه. ما تقلقيش ما تقلقيش يا حبيبي، ما تقلقيش. طيب ماشي اوكي، يلا اوكي، حاضر، باي باي. ناقص تقولي لها اقفلي انت الاول يا ماما. ما تتريقيش يا هبه. وانت امتى ما بتتكلميش مع مامتك يا ميري؟ لما اكون في المحاضرات بس. That's so cute. مامتك طيبه قوي ماري. Yes she is. انا مامتي هتموت تحكي معايا. وانت ما بتحكيش معاها ليه؟ ما بحبش حد يتدخل في حياتي، في الحاجات اللي انا بعملها. انا ما بحبش ادي تقارير عن حياتي. انت ليه بتقولي كده؟ مفيش مشكله يعني، ده بالعكس دي حاجه كويسه قوي انكم تفضلوا تحكوا مع بعض كده. انا بقى بتكلم مع بابي ثرو ايميل طول الوقت، عشان بابي ومامي دايما مسافرين. بس بصراحه يعني بنتكلم اكتر هم الشوبينج ليست بتاعتي، جيب لي ايه ومنين وكده يعني. انا برضك ما بشوفش ماما خالص، طول النهار يا اما بتطبخ يا اما في السوق يا اما بتنظف، ما بنعرفش نتلم على بعض خالص، مع ان يعني الشقه اوضه وصاله. بس انتي ممكن تتكلمي معايا او مع مامتي حتى لو حابه. شكرا يا حبيبتي، خليها لك. لا على فكره، انتوا شايفين ان الموضوع تحكم، بس انا رايي ان البنت لازم تبقى بتقول لاهلها كل حاجه اول باول، ومعرفاهم اخبارها. ايوه بس فين الاهل دول يا اختي؟ اوقات يعني الوحده ما تبقاش ولا فايقه ولا لاقيه لها اهل. وفي اهالي بتتجسس على عيالها، وده بيخلي الاولاد مش واثقين في اهاليهم. او ماي جودنس، دي نيد ثيرابي. ترابي، انت لحقتي تموتيهم، حرام عليكي يا باكي. لا يا هبه، قصدها محتاجين علاج نفسي. انت عندك كل الناس مرضى كده يا باكي، لازم تقدري ظروف المجتمع عشان تفهمي الموضوع. اوكي جايز، ام سوري. خليهم كده يعني، مفيش اي كوميونيكيشن مع اهلهم، ولا اي بيلدينج بريدجز اوف تراست، ولا اي حاجه من الحاجات دي. يعني انتوا معايا ان الواحده لازم تحكي مع اهلها. تحكي بس مش بالعافيه، لما تبقى عايزه تحكي تحكي، لكن الزن على الودان ده بيقلب بالعافيه.